المقاومة عملت عقدتين أيضا للإسرائيلي، العقدة الأولى اسمها منجري مستوطنات الشمال اللي أكبر من عقدة الأسرى من زاوية الأثر عدد الناس الذين يتأثرون، إنه في لما بتقول 100,000 مهجر عم تحكي عن 100,000، يعني حط حد منهم 4 أو 5 بيتأثروا بكل مهجر، عم تحكي على نص مليون غاضب، نص مليون يعني يدفع ثمن. وبالتالي اذا ما بتحل له مشكلته بيعمل لك مشكله بالسياسه، بينزل على الشارع بيصرخ بيعيط بيعمل تهريبي بيتحول لمعارضه الى اخره. فاولا عملت هذه الازمه، ثانيا تحدث قدره الردع مش فقط بربط جبهه الجنوب بجبهه الشمال وقالت ما بتوقف هون لا توقف هون، بل بإظهار هذا الجيش الهزيل اللي ما قدر يعمل شيء، انه سنه تتساقط الصواريخ بعمق تقرره هذه المقاومه 20 كيلو 10 كيلو 30 كيلو، هي بتقرر هي بتوسع هي بتغير بانواع الاسلحه وهو ما قادر يوقفها. هذا الجبار هذا القادر هذا اللي قال اخذته على حين غره يوم 7 اكتوبر لا توازوني انا بس بعدني قوي وبعدني جبار، عم بتقول له كل يوم انت كذاب انت لا قوي وانت لا جبار واليك الدليل، الدليل اننا نكسر انفك كل يوم وانت اجمل من ان تفعل شيئا. طيب كل هول جمعوا لين قال بدنا نعمل لها المقاومة ضرب ماكن، ووضع الأمريكي ما عنده تايجر وأجهزة كلاسلكي وF 35 وداتا لملاحقة القادة وملف اغتيال السيد نصر الله، كل هذا تشرفوا يا إسرائيليين نحن وياكم نتقاسم المهام ونفذ المهام. إيران أنه إجت رئيس إصلاحي تعالوا نرافق هذا بأولا اتصالات تهدئ الاندفاع الإيرانية، تقول للايرانيين ما في لزوم بدكم تروقوا، انتم بدكم علاقات منيحه مع الجوار العربي، انت يا فخامه الرئيس عم تقول بدك تفتح حوار حول الملف النووي، لا تتاخذ بموجه التصعيد، هذا التصعيد يعني بيعطل كل الامال والاحلام التي انت تعمل عليها، اعطينا شويه وقت رح نحل قصه غزه ونوضبها بقلب حل سياسي، وبالتالي اللي فايرين عندك وعليك بايران وعم بيقولوا بدنا الرد وبدنا الرد، لا قول لهم اعطونا شويه وقت. نحيي المفاوضات كأمريكان وإسرائيليين وعرب لنقول أنه هاي الورقة بوجه إيران لا ما ترد. طيب وبالتالي منحيدها وهذا بيكون نوع من الاختبار لإمكانية مواصلة التحييد. ثم منبلش بلبنان اغتيال السيد نصر الله مع ضربات المقاومة وأنه تحييد إيران، محاولة تهديد إيران انه اذا عملتي بصير ما بصير. انا ما بدي ناقش انه يعني شو هي النقاشات الداخليه اللي صارت بايران، بدي اقول الخلاصه بحصيله هذا الاختبار الذي تعرضت له ايران جاء الرد الايراني. شيء هذا ما هذا الواقع، يعني خلينا نحكي وقائع مش رغبات ولا مخاوف، اللي رغبتهم كانت انه ايران تبيع المقاومه واللي خايفين كانوا انه ايران تبيع المقاومه. ما بدي ناقش بالأساس العقائدي والأخلاقي والقرار بهذه القضايا الاستراتيجية عند المرشد وهو يترك مجال للوقت لكل الاختبارات ليقول له للرئيس شفت يا فخامة الرئيس ما راح يعطونا شيء، هو عم يستغلوا التهدئة من أجل المزيد من الإيغال بدمائنا من أجل المزيد من التصعيد، فبالتالي ما في حل إلا الرد، لدرجة الآن هو الذي يدافع عن خيار الرد، يعني هو اللي عم بيقول أنه طولنا بالنا ضبطنا نفسنا حاولنا أعطينا فرص أكثرنا أجلنا، بس يا أخي ما في مجال، هون الناس ما في إمكانية إلا أن تظهر لهم القوة لأنه مجموعة زعران لا يفهمون إلا لغة القوة. طيب إذا بالحصيلة هون عم ما بدي ناقش اللي بيحب واللي ما بيحب واللي بيتمنى لو أن إيران باعت واللي كان خايف أنه إيران تكون باعت واللي صدق بعض الأقاويل والكلمات اللي صدرت من ناس يمكن قراب مننا يمكن كانوا قراب مننا يمكن بيتمسحوا بالمقاومة، بغض النظر عن هالشيء الاختبار تم وانتهى، ما عاد الآن هو قيد التحليل لنقول إيران راح تبيع ولا ما راح تبيع، إيران تنازلت ولا ما تنازلت، قامت إيران برد هذا ثابت. نعم هذا الرد كان ضخما من زاوية الصورة، بعد ما عم نحكي على الفعل ثابت هالشيء. نعم مشهد الصواريخ هي وتنزل فوق إسرائيل وهذا بحد ذاته أنتم بتعرفوا انه له علاقه بمفهوم الردع والحرب المعنويه والصوره التي تحرص اسرائيل على تظهيرها بانها قوه مهابه ولا يجرؤ احد على تحديها. بالوقائع الاعترافات الاسرائيليه الان عن الاذى الذي لحق بالقواعد الجويه، صور الاقمار الصناعيه التي نقلت على القاعده الجويه نفتين اللي هي
القاعدة الرئيسية، وخرج يعني كثير من المذيعين الإسرائيليين يشرح يعني أنه ما في شيء اسمه هي القاعدة الأولى، هي الأم، هاي أم سلاح الجو، وعندها مجموعة فروع يعني. يعني رامات دافيد هي الابنة الكبرى لهذه القاعدة، لكن هاي هي الأم، هاي اللي فيها كل الطيران الإسرائيلي الحربي، هاي اللي فيها حتى الطائرة الرئاسية اللي بيسافر فيها نتنياهو اللي هلأ أخذوها على مطار بن غوريون. وبالتالي هاي القاعدة اللي فيها لهلأ عم بيقولوا 9 مباني مدمرة، والمدرج غير صالح للاستعمال، وبعض الناس في الضفة الغربية خصوصا بالخليل بيقولوا ما عم يسمعوا طائرات تقلع من هناك، وإلا بعض الطائرات الخفيفة هليكوبتر أو سواها، وأنه الطيران الحربي عم يجي يطلع من أماكن أخرى. بالتالي في إصابة حقيقية مؤذية موجعة اعترف بها الإسرائيلي، وبناء عليها حجمها النوعي المشهدية الأذى الإرادة، نحن نقول دائما الحرب هي إرادة وقدرة، ظهر أن إيران لديها الإرادة، وهي الإرادة واضح أنها تحدي للرغبة الأمريكية، تحدي لما يريده الإسرائيلي ليتقدم مشروعه. مسار نتنياهو عم بخاطب الشعب الإيراني وبده يعيد تغيير الشرق الأوسط، وبالتالي هاي الإرادة بتحمل التبعات، إنه نحن رح نعمل واللي بده يصير يصير. واضح إنه إيران أخذت القرار، فهي عندها الإرادة، وتبين إنه عندها القدرة، قدرة بإصابة الأهداف، بإلحاق الأذى بهذه الأهداف، بكمية الإطلاق، بالإبهار، بعرض قوة استثنائي، وبالتالي عندها إرادة وعندها قدرة. والنتائج إنه الإسرائيلي ما في يبلع، يعني ما في يقول كأن شيئا لم يكن. طيب حده عمل الإسرائيلي اللي عمله مع جبهة المقاومة بلبنان، ضرب، قتل، دمر، خرق قواعد الردع، هز صورة توازن الرعب اللي أنشأته المقاومة طوال عقد ونص، وقالت فيه بتضرب هون وبنضرب هون الضاحية مقابل تل أبيب، هذا كله اجتاحه. طيب قتل وجرح حوالي 20,000 من بيئة المقاومة وبنيتها، بين بيجر، بين أجهزة لاسلكي، بين قصف مدمر والحصيلة. طبعا عم نحكي 20,000 من المليون، يعني 2%، يعني هو إذا أسقطناهم على عدد سكان اليابان هولي 1,300,000 من 65 مليون وقت الحرب العالمية الثانية، وقت ناكازاكي وهيروشيما. هلأ اليابان تقريبا 135 مليون، يعني الضعف. فكان 65 مليون، من ال 65 مليون هو 1,300,000، هو راح له ربع مليون بين قتيل وجريح بناكازاكي وهيروشيما استسلم اليابان، هاي الدولة العظمى. أمريكا عدد سكانها 350 مليون، 2% يعني 7 ملايين أمريكي بين قتيل وجريح، تخيلوا الرقم وقولوا شو بتعمل أمريكا؟ شو كان بصير بأمريكا؟ والرهان كان إنه خلص حزب الله انتهى، خلصنا منه، لأنه مع هول في القائد، ومع القائد في طاقم القيادة، ومع طاقم القيادة في المفاتيح التنفيذية اللي معه بيجر، اللي معه جهاز لاسلكي، مين هو؟ على القليلة هول بيناتهم بين هال 5000 في 500 مفاصل لها علاقة بالعمل العسكري. وبالتالي شو الترجمة؟ الترجمة هي أخذ القرار أنه حزب الله يقول خلاص بطلنا. أن طلع حزب الله ما قال بطلنا، قال لا نحن مكملين. قبل ما يطلع الشيخ نعيم الصواريخ كانت بعدها عم تطلع على الشمال من الأرض اللبنانية بكمية أكثر مما كانت قبل، كانت 30 40 صاروخ باليوم، صارت 100 150، في أيام 300، في أيام 400. طيب الإسرائيلي صار قدام معادلة إنه ما في إمكانية للتحمل أكثر، رأي عام عم يضغط، شو بدكم تعملوا؟ ما بقت لنا إنه دمرنا له النص القدرة الصاروخية، قلنا شو بدك تعمل بالنص الثاني؟ لأنه هذا النص الثاني هو اللي عم ينزل علينا صواريخ. ما بهمني شو دمرت، بهمني اللي عم ينزل، وقف لي إياهم. وقف الصواريخ اللي عم تنزل على روسنا، كان عم ينزل 30 صاروخ على راسنا صار عم ينزل 300. شو بهمني شو عملت إنجازات؟ قتلت وشلت وحطيت وتتباهى وقاعد تصوفر انت وراكب بالسياره، يا اخي انا معك، عنصري مثلك، اكرههم، لا احبهم، اريد التخلص منهم، لكن ما بدي صاروخ ينزل فوق راسي، ما بدي صاروخ على بيتي، بدي ارجع اقعد انا ومرتاح. ما عم بقدر، كيف بدك توقفهم؟ اذا القصف ما بكفي لتوقفهم فوت عليهم. مين صار تحدي موضوعي لكل الانجاز، انه طيب شو عم تفشخر انت بانجازاتك؟ ولا زال الوضع قائما، ما انت بدك تفك جبهه الجنوب
عن جبهة الشمال، شو اللي بيربطون؟ صواريخ. انت بدك ترجع مستوطني الشمال المهجرين، شو اللي مانعهم؟ الصواريخ. طيب وقف الصواريخ يا اخي، ما عم يقدر يوقف الصواريخ، فصارت العملية البرية حكمية. طب طبعا الاسرائيلي بنى احلام، هو والامريكي، اللي بيسموها هاي الحزمة القاتلة والضربة القاضية، مثل ما بنى احلام بعد حرب يوغوسلافيا هو الامريكي، انه خلصت ايام حروب البر وخلص، هلا الجندي البر بفوت بقصدر بلم النتائج، لكن الحرب تحسم من الجو. هالمره اعتبر انه الحرب تحسم من الحرب السيبرانيه، انه اللي شفنا نتائجها بالبيجر، بالاجهزه اللاسلكي، بالتتبع للقاده للوصول اليهم وقتلهم، وبالتالي الان بدنا نفوت نلم. اجى ليلم. طيب إلنا 48 ساعه، ما دوخوكم هون جماعه اللي يقولوا لكم قتل دجاج وعواميد، انه هذا حزب الله شاطر بيقوس على العمود، يخي يقتلوا لنا واحد، مش هيك؟ صار لهم سنه تقريبا نازلين فينا. الاسرائيلي اعترف انه عنده تقريبا يعني من ال 10,000 2,500 بجبهه الشمال جرحى، لما طلع رقم الجرحى، وانه من ال 2000 عنده 400 500 قتلى في جبهه الشمال، وهول ما اعترفوا، هول برايهم انه لا، هو بيقوس عواميد ودجاج. مظبوط؟ طيب هلا لهون الاسرائيلي معترف باللي صار معه هلا مع المقاومه من قتلى وجرحى. طيب في مجال اللي يبيعونا سكوتهم بناء على ايه؟ تقولوا لهم، انتم تقولوا لهم انه يا ابو دجاج يا ابو عمود وينك يا اخي؟ طلع علينا بس نخبرك انه عم بيموت هو جماعتك، ناسك اللي حبايب قلبك عم بيفطسوا، يعني مثل البط عم بيقوسون، هني هيك عم بيقولوا، انه كاننا في حقل رمايه، هم الرماة ونحن البط في حقل الرماية، هيك عم بيقولوا الضباط والجنود الإسرائيليين. واحد منهم قايل إنه أنا لم يمر علي رماة بهذه المهارة، سمعت أصواتا لخمس طلقات فرأيت خمسة من زملائي يسقطون. إنه حتى بمعركة من هالنوع مش عم بيقوسوا رش الشباب حبة حبة، والحبة بقتيل، وحيث يكون بعيدا ومهرولا يبعثوه صاروخ كورنر. في محصدة مش مدمحة، محصدة. حفلة امبارح حد أدنى 100 120 بين قتيل وجريح، وحفلة اليوم إذا مش أدى عمرتين أدى عمرة ونص. طيب الحصيلة صار في 48 ساعة 300 بين قتيل وجريح، يعني لما نقول 300 بين قتيل وجريح يعني فيهم 50 قتيل و250 جريح. هلا جعل عمره ما يعترف الإسرائيلي، نحن بنكتفي باللي هو اعترف فيه، أنه يعترف أولا جغرافيا هو فشل، شبر مش قادر يفوت، مش قادر يبقى، المقاومة مهيمنة بالنار، مسيطرة في الجغرافيا، هي متحكمة بالميدان، وهو في وضعية الفشل، فالفشل فالفشل، وقد استخدم أهم وحدة بقلب الجولاني اللي اسمها إيجوز، ثم استخدم في معركة مارون، المعركة الثانية اللي هي الالتفاف من جهة يارون، وحدات النخبة، الوحدات الخاصة في جولاني نفسه. طيب وفشل، أنا ما أقول أنه ما رح ينجح وعم بعمل عنتريات، ولا أقول أنه بموضوع إيران ما رح ينجح بالرد، لا، عم وصل لأقول إذا نحن الآن في قلب منطقة، بعد كل الإنجازات التي يمكن للإسرائيلي والأمريكي التفاخر والتباهي بأنه حققوها، رجعوا على أرض الواقع، عم بيعلنوا الواقع أنه هذا المحور اللي فيه قوى فلسطينية مقتدرة وتمثل نصاب الثلثين الفلسطيني، وفي قوى بالمنطقة بين إيران بين العراق بين لبنان بين سوريا بين إيران، والله بعده قادر أنه يكون مشروعكم أمامه تعقيدات، وفي نبض وقدرة واستعداد للمضي قدما في المواجهة. إجت الضربة الإيرانية قالت لكم أنه إيران منا جاهزة للاحتواء، ووصول رئيس إصلاحي لا يغير في موقعها في الصراع، هذه اهم الاستنتاجات، شايف؟ وانه هي ايران بعدها هي قلب محور المقاومه، وبعدها مستعده ان تذهب الى المواجهه العسكريه وان تتحمل تبعات هذه المواجهه العسكريه. واللي رايه انه هي مسرحيه، فاذا هي المسرحيه من باع فيها الاسرائيلي. لانه اللي اعطي فرصه ان يقدم قوه هو الايراني مش الاسرائيلي. يعني اذا مسرحيه لصالح الاسرائيلي لازم الاسرائيلي يرد ويضرب والايراني ما يرد، بتكون متفق عليها لاعطاء صوره القوه للاسرائيلي. انه الامريكي عامل لعبه مع ايران ليبيع اسرائيل، انا ما عندي مانع اذا في حدا عنده هالنظريه يقولها،
يقول انه هاي مسرحيه متفق عليها وان امريكا باعت اسرائيل، بس هاي مش ايران باعت حزب الله وباعت قوى المقاومه، هاي ايران نزلت بالميدان مع قوى المقاومه، مع حزب الله ومع حماس ومع الاخرين، وهي تتحدى امريكا واسرائيل. وهذا الاقرب للواقع، انه لا في حدا باع هون ولا حدا باع هون، الصراع مستمر. ورغم كل الانجازات التي يتباهى بها نتنياهو وكان يعني منتشي فيها الامريكي، الان ساعة الحقيقه انه ما خلصت الحرب، وانه ما فيكم تفوتوا تلموا. هاي نظريه يعني مثل بحرب تموز، انه انتهى زمن الحروب البريه ودخلنا زمن حرب خسائر صفر. هيك كان رامسفيلد وزير الدفاع الامريكي عم بيقول، وانه هاي حرب يوغوسلافيا ربحناها بدون ما نبعد قوات وخلصنا بقى. اجوا بحرب تموز، عينوا دان حلوتس رئيس القائد سلاح الجو، رئيس اركان، على اساس هي حرب جو. وصلوا لليوم 24 في الحرب، ما في حل، بدك تفوت بالبر لتقدر تفرض الاراده، فاتوا بالبر وبلشوا ياكلوا اكل. مجزره دبابات بوادي الحجير، مجزره دبابات بسهل الخيام، مقتله مشاه بالعديسي، مقتله مشاه بمارون، مقتله مشاه بعيت الشعب، نفس الفتحات اللي بيحاولوا منها يعملوا الاندفاعات الكبرى، لانها المرتفعات المسيطره على داخل فلسطين المحتله. يعني اللي بيطلع على الجليل الغربي بيعرف معنى حيث الشعب، اللي بيطلع على القطاع الاوسط يعني الجليل الاعلى بيعرف اهميه مارون الراس، واللي بيطلع على شو اسمه اسمع الجليل بيعرف اهميه العنيسه. وبالتالي من هالثلاث محلات بفوت من العنيسه بيامن الخردله، بفوت من مارون بياخذ القطاع الاوسط بيوصل على جويه وبصير على ابواب سور، بفوت من عيت الشعب بيلاقي طريق الساحلي لصور. هاي هي المعادله، وهو مجهز قوات في الحقيقه، انه نعم المعارك الاولى عم بيخوضها بست الويه 15,000 جندي، طليعتهم 600 اللي عم تحاول تعمل الاختراقات الاساسيه، تكسير نقاط القوه في الجبهه الاماميه، ووراهم 70,000 لان ست فرق. فهو عامل حرب كامله، يعني هذه الحرب الكامله واقفه الان عم تراوح مكانها وعم يخسر فيها. عنده تحدي، لازم يربح هذه الجوله ويفتح الطريق لا يقدر يفوت بقواته، ولازم مع ايران يعمل رد، اما يردع ايران عن الرد، واما هذه بدها تروح على حرب، مش هيك؟ طيب، فاذا نحن الان عندنا بهدوء بعقلانيه، ما حدا في يقول انه اليوم اسرائيل مسيطره وامريكا مسيطره ومثل ما بدهم عم بصير، في عقدتين مش تكتيكيتين، العقد التكتيكيه بعدها قائمه. هو لا قادر يرجع اسرى، لا قادر يقضي على حماس، لا قادر يفتح بحر احمر، لا قادر يسترد الردع الامريكي في البحر الاحمر، لا قادر يسترد الردع الاسرائيلي في شمال فلسطين لانه الصواريخ عم تنزل، وما قادر يرجع مهجرين، يعني الست عقد اللي عملت له اياهم المقاومات قائمه. لكن الان في عقد استراتيجيه، يعني هو عقد تكتيكيه ذات وزن استراتيجي لانه بتاثر على مسار الحرب، لكن الان لا، العقد بذاتها استراتيجيه، عقدك اذا لم يتمكن من الفوز بالحرب البريه فكل مشروعه سقط واخذت المنطقه مسار معاكس تماما لما ترغب امريكا واسرائيل، وهذا بده ايام، بعد قديش في يحمل يحاول اذا يوم اثنين ثلاثه اربعه خمسه ولا قصف وتدمير ومحاوله وبده يجتمعوا ويقولوا شو بنعمل؟ لا بنعمل انزال على الاوزاعي، لا راح نشوف كل هذا. ها انا ما عم اقول انه عم بحكي انش عربي، لا، وبنعمل انزال على صور، بنعمل يعني بده يحاولوا يشوفوا كل الافاق اللي ممكن تنعش العمليه البريه وتعطيها افق وتعطيها مجال، بده يحاولوا يروحوا عليها.